أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. لا شك بأن الجميع ينتظرون أيام فصل الصيف الدافئة والمشمسة الطويلة بفارغ الصبر، ولكن ليس البشر وحدهم الذين يترقبون هذه الأيام، إذ أن البكتيريا والميكروبات التي تسبب الأمراض تزدهر في فصل الصيف أيضا، ما قد يجعله موسم الأمراض المثالي. فمع حلول الصيف تبدأ مشكلات عدة بسبب التعرض لأشعة الشمس تؤثر على الجلد والبشرة بشكل خطير، وبالتحديد للأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة. ارتفاع درجات الحرارة وتمدد الجلد طبيعيا قد يعرض جسم الإنسان لزيادة التعرق وبعض الاضطرابات كظهور بقع جلدية أو تشقق أو جفاف، وقائمة لا تعد ولا تحصى من المشاكل الجلدية. وبالتالي من الضروري اتباع خطوات معينة للاعتناء بالجلد ولرعاية البشرة في سبيل المحافظة على نضارتها وصحتها. فكيف نحمي بشرتنا من أشعة الشمس القاسية؟ وما هي أبرز المشاكل والأمراض الجلدية التي نواجهها في فصل الصيف؟ وهل هناك خطوات استباقية لمنع حدوث هذه المشاكل؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ناهد قاسم، اختصاصية التجميل والأمراض الجلدية. دكتورة ناهد صباح الخير لإلك، وأهلا فيك معنا عن جديد. يعني تحدثنا عن كل هدول الأمور في المقدمة، ولكن يعني بحسب خبرتك واختصاصك، ما هي أبرز مشاكل البشرة يلي بتبلش بالظهور وخصوصا في فصل الصيف؟ صباح الخير عليكم وعلى مشاهدنا الكرام. أولا بس أحب أعرف بس أنه هيبدأ يبتدي معانا فصل الصيف، في ناس بتتعرض للشمس للترفيه، وفي ناس بتتعرض للشمس بسبب مهن معينة ملزمة مجبرة أنها تتعرض للشمس. بالنسبة للأماكن للترفيه، بالنسبة للمسابح، بالنسبة للبحر، بالنسبة للحاجات اللي زي كده، ممنوع التعرض للشمس المفروض، خلاص هن هي دي للترفيه، من الساعة 10 صباحا للساعة 4 العصر، لأن الشمس بتبقى شديدة جدا وضارة جدا بالبشرة. ممكن نتعرض للشمس في الفترة اللي هي من بعد شروق الشمس أو قبل الغروب بساعة أو بساعتين. أما الناس بقى اللي هي مضطرة إن هي تقف في الشمس، مثل المجندين، الناس اللي بتشتغل في البحر، المهندسين، لازم استعمال الحماية، الوقاية من الشمس، واقي الشمس. واحنا برضو بنقول للطرفين لابد من استعمال واقي الشمس. انا بس عايزة اعرف اشعة الشمس نوعين، اشعة سطحية اللي هي الاشعة بي، بس بتخترق الطبقة السطحية من الجلد، ودي بتسبب التهابات في البشرة وتصبغات. النوع العميق اللي هي الاي دي بتكسر الكولاجين الموجود في البشرة، وبالتالي بتؤدي إلى شيخوخة مبكرة، ظهور التجاعيد. وعلى المدى البعيد لو تعرضنا لسنوات طويلة لأشعة الشمس اللي هي الاي، ممكن تؤدي إلى ظهور سرطانات في الجلد. المفروض واقي الشمس، أنا يعني أختار واقي الشمس إزاي، أستعمله إزاي. واقي الشمس المفروض أن أنا أستعمله يكون يحتوي على واقي ضد الاي والبي اللي هو السطحي والعميق. وهدول المعلومات يمكن بتكون موجوده بمكونات الكريم. لازم نختار اللي هو بيحتوي على الاثنين مع بعض. في نوع من انواع واقي الشمس بيكون فيزيكال، ان هو بيبقى وقايه بس للطبقه السطحيه من الجلد، بيعكس الاشعه ما بيخليهاش تدخل الجلد. وفي نوع تاني ان هو بيمتص، اللي هو الكيميكال، بيمتص الاشعه برضو بيمنعها ان هي تدخل جوه الجلد. برضو النوعين دول متوفرين في السوق. ازاي استعمل واقي الشمس؟ ناس كتير بتستعمل واقي الشمس بطريقه خاطئه، وبالتالي ما فيش حمايه، ما بتبقاش في وقايه من الشمس. المفروض ان انا بحط واقي الشمس نص ساعه قبل التعرض للشمس عشان يتوغل في طبقات البشره، علشان يقدر يحمي من اشعه الشمس. صحيح، كثيرين منا يعني لما بنروح مثل ما حضرتك ذكرتي للترفيه، سواء على البحر او يعني على المسابح، الاماكن العامه، الحدائق، حتى يمكن بنحط واقي الشمس بلحظتها وفورا. لا، لازم تحط قبلها بنص ساعه، لازم نحط كميه مناسبه. الكميه المناسبه بتكون يعني يعني قد نص ملي متر على سطح البشره، يعني كميه لا تكون لا كتير ولا قليل. او الوجه مثلا ممكن قد عقلتين صباع، بنحط يعني كميه تكون مناسبه، لان الناس بتحط كميه قليله جدا وبالتالي ما بيجيبش
نتيجة. يمكن الوش هو أكتر شيء حساس طبعًا دكتورة؟ اللي هو أكتر شيء معرض للشمس. المفروض أن احنا في فصل الصيف نرتدي ملابس قطنية تكون بكم طويل، بتكون ملابس تغطي أكبر مساحة من الجسم، نرتدي القبعات اللي هي تكون عريضة، نظارات الشمس لأن برضو الجلد اللي حوالين العين أرق خفيف بالضبط عن الجلد الطبيعي بتاع البشرة. فكل الأشياء الوقائية دي لازم نستعملها. لما نكون مش متعرضين للشمس لابد من استعمال الترطيب على البشرة. ترطيب البشرة بيمنع جفاف البشرة، بيمنع الالتهابات اللي ممكن تحصل للبشرة. يعني هاي فينا نقول دكتورة انه هي الخطوات الاستباقية للي الواحد يعملها لحتى ما يعني لا يمنع حدوث المشاكل في الجلد. كده. طيب يعني بنرجع لموضوع انه ابرز الامراض يلي بتواجه الانسان في فصل الصيف، هلا البقع يعني هي تعتبر مثلا امراض يجب علاجها او هي هل بتختفي مثلا مع الوقت؟ لا، هو لو حصل التهاب وحصل بعديه تصبغات، التصبغات ممكن لو هي سطحيه بتختفي لوحدها خلال شهر، لان الطبقه السطحيه من الجلد بيعيد تكوينها الجلد خلال 28 يوم، اما لو الصبغه عميقه دخلت في الطبقات العميقه من الجلد ده بيبقى شويه صعب علاجها، فاحنا بنقرر العلاج او نقول للمريض حسب الحالة. هو هيختفي تماما او هيفضل معاه على حسب الحاله فعلا، هل هو سطحي؟ هل هو عميق؟ هل هو ميكس يعني سطحي مع عميق؟ حسب ما نشوف الحاله ونقرر. دكتوره انت ذكرتي انه يعني افضل تعرض لاشعه الشمس او نتجنب نتعرض لاشعه الشمس من الساعه 10 الصبح للساعه 4 العصر، لكن يعني نحن بنعرف ايضا انه التعرض لاشعه الشمس يبقى ضروري. في خلاف ما بين انه مثلا في ناس وخصوصا في دول الخليج العربي ما بتتعرض للشمس ابدا لانه الشمس بالصيف بتكون كثير قويه، وبالتالي هذا الشيء بيسبب عندهم امراض بسبب نقص التعرض لاشعه الشمس، وهو طبعا فيتامين د اللي بنحصل عليه من اشعه الشمس. وبنفس الوقت في ناس بتتعرض كثير لاشعه الشمس وبيصير عندها مشاكل جلديه معينه، فيعني شو بتنصحي العالم يلي لازم تتعرض لاشعه الشمس لحتى ما يصير عندها نقص فيتامين د بالطريقه الصحيحه؟ والله زي ما قلت لحضرتك، هو التعرض يبقى الصبح بدري بعد الشروق او قبل الغروب، لكن الفترات الحارقه من الشمس انا مش هطلع في الشمس احرق نفسي عشان اخذ فيتامين د. وبالنسبه للاوقات اللي ما بتكون فيها الشمس يعني حاده بالشتاء مثلا، هل هي اشعه الشمس واحده؟ هي اشعه الشمس في الصيف او في الشتاء هي اشعه الشمس الضاره في الفتره من الساعه 10 للساعه 4 العصر، هي الاشعه واحده. تمام. فالضرر بيكون واحد. تمام. طيب يعني مثلا في بلداننا العربية دائما بما أنه درجة الحرارة عالية دكتورة، يعني منشوف منلاحظ مثلا في ناس بيصير عندهم مشاكل مثل النمش أو الكلف. مثلا النمش هو منو من مثلا نوع مرض أو مشكلة فقط بيزيد على الشمس؟ لا، هو النمش يا إما بيطلع على الجلد بسبب التعرض للشمس أو في ناس عندها استعداد وراثية. جيني وراثي بالضبط كده. النمش والكلف بيبقى أغلبيتهم وراثة بالدرجة الأولى، يعني هي عندها قابليه ان هو بيبقى فيه هيستوري في العيله، بيبقى صحيح. مثلا في الام الاخوات بيبقى في حد عنده كلف عنده نمش، الناس اللي زي كده بنقول لهم ما يتعرضوش للشمس، الوقايه خير من العلاج، ولازم استعمال واقي الشمس بالطريقه اللي ذكرناها، لانه احيانا النمش والتصبغات مش بنقدر نعالجهم، بيبقى صعب علاجهم، بقول للمريض هو بس فقط يتحسن لكن مش هيختفي بنسبه 100%. يعني في مثلا الناس اللي عندهم النمش بشكل وراثي لما بيتعرضوا للشمس بيزيد عندهم هذا الموضوع، هل ما لازم يقلقوا من هذا الشيء؟ لا، احنا المفروض احنا بقول للمريضة احنا ممكن ما نقدرش نشيله بس مش عايزينه يزيد، نمنع ان هو يزيد، فهي المفروض ان هي يعني ما تتعرضش للشمس وتستعمل الحماية باستمرار. نعم، يعني اللي بيجيهم مثلا من أشعة الشمس وليس من الوراثة برضو ممكن نعالجه، ممكن يرجع تاني. نعم. يعني سواء كان وراثي أو تعرض لأشعة الشمس في كلا الحالتين احنا ممكن نشيله بس له قابلية ان هو يرجع تاني، فالأفضل الوقاية، الناس اللي عندها قابلية للنمش أو للكلف ما تتعرضش في الفترات اللي قلنا عليها لأشعة الشمس المباشرة. نعم، والدكتورة الأمراض يلي بتجي مثلا من الميكروبات أو البكتيريا أو الفطريات شو هي أنواعها؟ يعني شو هي الأشياء يلي مثلا بتشوفيها يعني كحالات شائعة تجي من فصل الصيف أو من وراء التعرق؟ أو طبعا التعرق الزائد في فصل الصيف خصوصا في الأماكن مثلا تحت البطين في بين الفخذين ممكن طبعا تتكاثر فيها البكتيريا وتتكاثر فيها الفطريات، لازم التنشيف في الأماكن دي كويس خالص، لازم استعمال الملابس القطنية اللي هي بتشرب العرق، الملابس تكون لازقة في الجلد ما تكونش واسعة نازلة عن سطح الجلد،
ولو الامور تازمت يعني لابد من اتجاه للطبيب عشان ياخد الكريمات المناسبه لازاله التسلخات او الالتهابات الجلديه اللي بتبقى موجوده في فصل الصيف. في ناس دكتوره يعني بتستخدم كثير ربما الصابون المضاد للبكتيريا للتخلص من هدول الاشياء، ولكن هل هو له علاقه مثل ما بنسمع صحيح بتنشيف البشره؟ ايوه الصابون اللي هو بيكون مثلا زي الديتول او الحاجات اللي هي المعقمات للجلد ما انصحش باستعمالها ابدا على الجلد، لان هو الجلد ما هو عايز لو تنظيف بالميه العاديه هو هينضف، بس الحاجات دي احيانا بتعمل حساسيه تلامسيه على البشره وبتزود المشكله مش بتعالجها. فالمفروض ان احنا ما نستعملش الحاجات اللي هي فيها مضادات للبكتيريا القويه، لا نعم. نستعمل حاجات لطيفه على البشره باستمرار. نعم دكتوره ناهد قاسم، انا بدي اتشكر وجودك معنا بالاستوديو للحديث عن مشاكل البشره يلي بتواجهنا بالصيف. شكرا لوجودك معنا. شكرا.